هكمل معاك الكلام في النقطه دي، ولكن انا مش هينفع اتخطى فتره من الفترات الجميله جدا الله يرحمه محمد عبد الوهاب طبعا، وعلاقتك انا عارف ان انت علاقتك انتم من بلد واحده وقريبين من بعض، وكانت الفتره دي محمد عبد الوهاب لا يزال اسمه خالد في سجلات النادي الاهلي وفي سجلات وقلوب كل جمهور النادي الاهلي، وسيظل غير لغايه لما ما شاء الله يعني. فالفتره دي يا سيد، وكان محمد بيلعب في المنتخب في الفتره محمد كان 2006 وهو من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في 2006. هو في فرقه غريبه لعبد الوهاب الله يرحمه يعني، ده تدل ان ربنا يعني اداله نعم كبيره جدا. بص عبد الوهاب حقق كل حاجه في اقل وقت اللعيب كوره يعني، ممكن خلال سنتين مثلا يعني خد مع الاهلي دوري ابطال افريقيا اللي بعد كده الناس كلها بتقول انا خدته زي ما احنا بنتكلم بالزبط. دلوقتي خد كاس افريقيا كاس الامم مع منتخب مصر اللي كلنا برضو بنقعد نقول احنا خدنا، هو خده في وقت قصير، خد منتخب عسكري كاس عالم انا وعبد الوهاب الناس ما تعرفوش احنا لعبنا مع بعض كاس عالم عسكري كان في المانيا لا كان في المانيا ده تاني افريقيا الواب الله يرحمه ما لعبش معانا افريقيا كان عماد النحاس ووائل جمعه وناس ثانيه أيه. انما عبد الوهاب خلال وقت قصير حقق كل الالقاب، لعب كاس عالم للشباب، لعب بطولات كتيره جدا، فهو واحد من اهم اللعيبه. يمكن انا كنت في برنامج من حوالي 4 5 شهور مع ميدو وبيسال على تشكيل التاريخي لمنتخب مصر، طبعا انا من الناس اللي بتحط عبد الوهاب اول واحد في المكان ده لان صعب جدا لعيب كوره يحقق كل الانجازات دي في وقت قليل، كلنا ممكن نكون حققها في 5 6 سنين في 10 سنين، عبد الوهاب خلال سنتين ثلاثه حقق كل حاجه موجوده. الله يرحمه واحد من اهم اللعيبه اللي عمل التاريخ في منتخب مصر وجوه النادي الاهلي، وكفايه ان انت بتيجي تتكلم على عبد الوهاب تتكلم ان هو ضحى عشان يكون موجود جوه النادي الاهلي. فعبد الوهاب واحد من الناس اللي يعني علاقتك بيه بقى كاخ اصغر، هو كاخ اصغر بالنسبه لك اعتقد قد علاقه كبيره جدا بكم من بعض، لان انا كنت اعرف عبد الوهاب انا قبل يعني بعد ما انا بدات في الاسماعيلي كان هو لسه في الفيوم وبعد كده الالومنيوم بعد كده امبي وبعد كده نفس معظم الفيوم هتلاقيهم الومنيوم وبعد كده نادي تاني. عبد الوهاب كنت اعرف خاله اللي هو المسؤول عنه اللي كان معاه على طول ف يعني عبد الوهاب من الناس يعني شخصيه محترمه جدا. بص يعني مش يقول لي غير يا ابو بدر والله هو محترم ومتربي ما يعني تكبرنيش لا هو كان مقدرش عبد الوهاب يعني الله يرحمه يعني كفايه ان احنا بنفتكره واحنا قاعدين دلوقتي وبنترحم عليه ما هو ده اللي بيفرق اسلام يعني السيره الطيبه او السيره الحسنه او الاخلاق الكويسه هي اللي بتدوم يعني احنا دلوقتي لو حد تاني بشكل ولا هتجيب اسمه انما لا عبد الوهاب واحد من المؤثرين في تاريخ الكره المصريه. افتكر يوم وفاته يا سيد لان كل يعني احنا كنا في النادي وهو توفى في النادي وبعد كده المنتخب كله جه على الفيوم قبل كان قبل السفر بايام قليله افتكر يعني انا حتى ما كنتش موجود في المنتخب انا جيت من اسماعيليه وقتها على الفيوم فيعني يوم من الايام الصعبه جدا وخصوصا ان كان في تعامل انا اقول لك على موقف حصل كمان بعد كده ان انا اول ما جيت النادي الاهلي فما كانش فيه كان فيه بطوله افريقيا في رقمين اللي فاضيين 2 و3 2 عشان انا مشيت 3 لا كان في 2 و3 و11 اوكي فالمهم 11 11 كان هياخدوا اعتقد احمد حسن او حد وفي 2 او 3 وفي اللي هيتأيد معايا في الوقت ده كان رمزي صالح وانا واحمد حسن فاحنا الثلاثه اللي لازم ناخد الثلاث ارقام وهم المتاحين بس هم بس فمن الاخر ما فيش فاضل الا 3 فانا 3 دي فانا شايفها ان هي صعبه ان انا اخدها مع عبد الوهاب الله يرحمه ان انا اروح والبسها في النادي فرحت مكلم والدته انا على علاقه بوالدته وقلت استاذنها فانا قلت لها انا ممكن استاذن حضرتك انا ان انا ممكن البس رقم 3 لان ما فيش ارقام كتيره موجوده وانا الرقم ده فقالت لي لا البسه عادي وبتاع بس انا من جوايا بصراحه ما رضيتش لا ما رضيتش لان انا يعني حسيت ان هي هتبقى صعبه وانا مش عايز اتحط في الموقف ده يعني عبد الوهاب الله يرحمه يعني انا كنت شايف ان الرقم ده يفضل هو باسم عبد الوهاب فانا وقتها لا يعني اخترت
اي رقم اخترت رقم اعتقد 11 وقتها لعبت بيه ماتشين او ثلاثه بس. فده من المواقف اللي يعني اللي انا حسيت ان انا لا انا مش عايز اعمل ده، مش عايز حد يشوفني في صوره ان انا يعني المكان ده فعلا بتاع عبد الوهاب. للدرجه دي الحقيقه كان مؤثر جدا فينا لانه يعني قعد معانا فتره قليله ولكن في نفس الوقت كان مؤثر في كل فتره قليله وبقول لك يعني ربنا يرحمه في كل الاماكن الاسلام اللي كان موجود فيها. انت لو اتكلمت عن منتخب الشباب هتلاقيهم كلهم بيتكلموا عنه كويس، اتكلمت عن المجموعه اللي كانت موجوده في المنتخب العسكري وقتها هيتكلموا عنه بشكل كويس، المجموعه بتاع المنتخب في كاس الامم هيكلمك على عبد الوهاب هيحكي لك قصص. فهي دي ده اللي بيدوم، ده اللي بيخلي السيره الحسنه دي اهم شيء يعني. ربنا يرحمه ربنا يرحمه يا رب.